دكتور صباح الخير، اهلا بك معنا. صباح النور وتحية طيبة للأخ فرحات. اهلا، صباح الخير دكتور. لعل الجزائر كما تحدثنا تعيش هذه الأيام أجواء مناخية استثنائية عن أو في عز الشتاء. الأوضاع المناخية التي تعيشها الجزائر من شحل الأمطار، غياب أي اضطرابات جوية منذ ما يقارب الشهر وامتداد ذلك إلى بدايات فصل الشتاء، بداية دكتور، هل هذه الأوضاع ستؤثر على النشاط الفلاحي في الوقت الراهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للأوضاع اللي نعيشوها تقريبا احنا وكل العالم، هذا يعود إلى التأثيرات تاع الاحتباس الحراري، حيث يعني أثر على ظاهرة الجفاف وتأخر سقوط الأمطار. وهذه الظواهر ليست بجديدة، تقريبا عندنا 5 سنوات نعيش نفس الظواهر، ولكن يعني 2022 تبدو أنها حالة خاصة، لأن متعودين يعني تأخر سقوط الأمطار، ولكن تأتي في شهر ديسمبر للأسف. يعني بالنسبة لهذا العام إلى حد الآن مازال، وحسب الأحوال الجوية كما ذكر سيفرهات، ربما فيها أمل في المستقبل، يعني بداية من الأسبوع الأول تاع جانفي ربما تكون هناك يعني بوادر خير تاع تساقط الأمطار. أما بالنسبة للزراعة، هناك نوعين تاع الزراعة، هناك المزارعين الذين يعتمدون على تساقط الأمطار، يتوكلوا على الله ويباشروا الزراعة تاعهم. هنا الناس اللي زرعوا في أكتوبر، لأن احنا بداية الموسم الفلاحي يبدأ في أكتوبر، الناس اللي زرعوا في أكتوبر إلى حد الآن إذا ما تلقيناش يعني الأمطار مدة معينة، أكتوبر نوفمبر ديسمبر 3 أشهر، يعني تأثر تأثير سلبي على البذور، لأن البذور يجب أن تتلقى جرعات من الماء، وإلا ستتأثر، والتأثير على البذور يؤدي إلى تأثير على المردودية بصفة عامة. يعني لهنا يصبحوا المزارعين على الأكثر يجيبوا 2 قناطر حتى 5 قناطر في الهكتار. هذو حالة خاصة. أما بالنسبة للمزارعين الآخرين الذين يعتمدون على الري، هناك من المزارعين يملكوا الأبار ولا يكون عندهم الربط بين السدود، هنا التأثير يكون أقل بكثير، لأن المزارعين عندهم مياه وهنا ما يكونش تأثير، وخاصة في الزراعات الصحراوية، لأن في الزراعات الصحراوية لا نعتمد على سقوط الأمطار. هناك برنامج تاع المياه الجوفية، يعني الناس المستثمرين في إطار الفلاحة الصحراوية يعتمدون على المياه الجوفية، هنا ما يكونش تأثير، التأثير يكون على بعض المناطق اللي معروفة كخنشلة، سوق هراس، باتنا. يعني دكتور لعل أبو خلفة، فهمنا من كلامك يعني عموما لا يمكن الحديث في الوقت الراهن عن تأخر لتساقط الأمطار، يعني لكن في حال استمرار الأوضاع على حالها منتصف جانفي المقبل، هل ستؤثر على كل يعني المنتجات الفلاحية عن المردود الفلاحي بصفة عامة؟ ستؤثر على الفلاحين اللي بشروا الزراعة تاعهم في بداية أكتوبر، ولكن هناك بعض المزارعين يؤخرون الزراعة تاعهم، هناك بعض الفلاحين يؤخرون الزراعة حتى الآن في ديسمبر، كاين بعض المزارعين يبشروا الزراعة تاعهم في ديسمبر، هذو ما عندهم حتى يعني تأثيرات، ما كان حتى تأثيرات إذا جاءت تساقطت الأمطار خلال شهر جانفي. أما التأثير يكون للمزارعين يبشروا الزراعة تاعهم في بداية أكتوبر ونوفمبر. أما بالنسبة للمزارعين اللي راهم حاليا يبشروا الزراعة تاعهم، إذا كانت يعني الأحوال الجوية يعني صادقة في الأمور وكانت الأمطار، نظل ما في حتى تأثير، ما في حتى تأثير. ولكن الناس اللي راح يتأثروا هما المزارعين اللي متعودين على عادات الموسم الزراعي، وبشروا الزراعة تاعهم والبذور تاعهم في بداية أكتوبر. نعم. دكتور على أبو خلفة، يكون تأثير، والتأثير هذا يعود على انخفاض المردودية، تكون المردودية واضح. دكتور لعل أبو خلفة، رمزية فقط. نعم، كيف يمكن اليوم على الفلاح أن يتكيف مع المتغيرات والمستجدات المناخية التي تزداد يعني تغيرا وتطرفا في كل مرة؟
هل حان الأوان أن يبحث ربما عن مخرجات ربما تساعده على النشاط الدائم؟ هناك أفكار، لأن هناك بعض الزراعات التي تتحمل جفاف، هناك البذور تتحمل الجفاف، هناك أشجار تتحمل الجفاف، ولكن يعني الحل الأنجع يعود إلى وسائل أخرى ماهيش في يد الفلاح وإنما في يد الدولة، هي إنشاء الحواجز المائية، تكثير يعني الحواجز المائية خاصة في جميع المناطق، وإنشاء السدود الصغيرة، لأن السدود الكبيرة هذه عندنا 81 سد يمكن أن يحتوي حتى 8 ملايير متر مكعب، للأسف يعني هذه السدود مملوءة بالأوحال وبالطين، و يعني التكلفه نتاعها باهظه باش نقدروا ننظفوا السدود هذا، تقريبا باش تنظف سد عباره عن انشاء سد جديد من ناحيه التكلفه. والنسبه اللي قامت بها السلطات المعنيه في هذا المجال بطبيعه الحال بكراسي فرحات باللي نسبه من السدود 32%، ولكن اذا شفنا في بعض المناطق كالوسط كاين حتى 14% بدون اخذ من اعتبار الاوحال والطين، اذا يعني دخلنا الاوحال والطين ربما تكون نسبه قليله جدا جدا، هذه ربما شافوا على مستوى كما نقولوا احنا المستوى تاع المياه، ولكن ما خليناش باعتبار بان في المياه هذه كاينه نسبه مرتفعه من الاوحال والطين. إذا المياه الموجهه للزراعه والشرب ضئيله جدا، ربما تكون حتى في بعض المناطق عباره عن 5%. إذا هنا أنا أقترح في هذا الجانب، يعني اقترحنا باش نكون مطمئنين، لأن التأثيرات نتاع الاحتباس الحراري مازالت راح تستمر ربما تزيد تتفقم أكثر وأكثر، يعني يجب إعادة النظر في سياسة تسيير المياه، إنشاء الحواجز المائية في كل المناطق، الحواجز المائية يمكن يعني أن نستوعب المياه التي تتساقط في خارج موسم الفلاحي، كما الأمطار الرعدية اللي جينا بغزارة في أشهر كما جواج ويؤوت، وتسبب حتى في الفيضانات في بعض المدن، إذا من ناحية الكمية المياه موجودة، ولكن يجب أن نهيئ وسائل لتجميع هذه المياه عوضا أن تذهب إلى البحر أو الرمال. طيب. يعني يجب إنشاء، والفكرة الثانية لا تقل أهمية، يجب أن نفكر من الآن وصاعدا في تحلية مياه البحر، هذا هو يعني المصدر. في نفس السياق دكتور على أبو خالفة، هل تشوف أنه الأمر يستدعي مرافقة الفلاح كذلك من طرف الشركات الناشئة، ربما الاستعانة بأفكارها ومشاريعها التي تصب في هذا المجال أيضا؟ هنا يجب إعادة النظر كليا في الزراعة في الجزائر، لأن في السابق منذ استقلالي لغاية تقريب بداية الفين كنا نعتمد يعني على الأمطار، تساقط الأمطار، وكانت الأمور طبيعية، ولكن للأسف يعني نظرا لأكسيد الكربون اللي أثر على الغطاء تاع الجوي أثر، ظهرت يعني عندنا نعيشوا، كانت عدة دول منها الجزائر اللي نادت يعني لوضع حد لهذه الظاهرة، للأسف هناك الدول الصناعيه يعني اللي ما خذاش بها الاعتبار هذا الجانب، ونحن اليوم رانا يعني كما نقولوا احنا نسلكوا في الفاتوره تاع الامور هذه، اذا يجب اعاده النظر، احنا عندنا حلول، الجزائر ماهيش يعني في وضعيه لتخوف، لان عندنا البحر يعني هو مصدر ما يمكوش دول كل الدول، عندنا ما بحر طوله 1622 كيلومتر، تصور لو ننشئ يعني مصانع او وحدات تحليه مياه البحر على هذا يعني الساحه اللي هو كما قلت 1622 كيلومتر، سنضمن ماء الشرب للمواطنين وسنضمن الزراعه تاعنا، ما نكونوش نتخوفوا من النتائج او الظواهر تاع الاحتباس الحراري، ويمكن حتى نصدر المياه في المستقبل، اما اذا بقينا في هذا الوضعيه مازلنا نعتمد على سقوط الامطار احتمال اننا سنستورد المياه. اذكر البعض اننا استوردنا في التسعينات ربما صفر حتى يتفكر اون امبورتي ان بلوك دو نيج يعني من مارسيليا لتوجيهه لمياه الشرب.
اذا بقينا دائما نعتمد على سقوط الامطار، احنا نتمنى ان سقوط الامطار هذه تجي وتجيب خساره وتجي في وقتها، اما اذا ما كانش يجب ان نعتمد على تحليه مياه البحر، وهذا هو يعني الضمان، ضمان لنا باش نقدروا يعني نضمنوا مياه الشرب للمواطنين وللفلاحه ايضا. نعم، تحدثت على هذه التقنيه يعني الشروع في غرس الاشجار، الاشجار لان نسبه تغطيه الاشجار عندنا نسبه قليله جدا لا تتجاوز 2-3%، يجب ان نغرس الاشجار لان الاشجار تغير وضعية الأجواء. يعني طيب دكتور على أبو خلفة، كما ذكرت يعني نقص المياه يعتبر عامل من العوامل المؤثرة، خليني أقول، على المردود ونجاح مختلف الزراعات. تحدثت على يعني تقنية من التقنيات ربما التي لابد أن تستعمل ربما حتى ما يكونش في خسائر وحتى تسجيل ربما نقص في المردود. هل في تقنيات أخرى في الجزائر يعني متوفرة بحجم كافي ربما للمساهمة ربما خلينا نقول في تفادي يعني حجم الخسائر المترتبة عن شح يعني في المياه؟ هناك عدة أفكار. أذكر بسبيل المثال الزراعات المائية، لأن الزراعات المائية لا تتطلب يعني مياه بكثرة، ويمكن اقتصاد هذه المياه على مستوى 90%. يعني لو نستعمل الزراعات المائية كالشعير المستنبت أو العدس المستنبت، أولا نربح يعني الاقتصاد المياه، ثانيا النمو قصير، يعني في مدة قصيرة يمكن أن تحصل على المنتوج، خاصة في الأعلى، في الاعلاف اذا استعملنا مثلا الشعير المستنبت لتلبية حاجيات الابقار اللي ينتج الحليب، هذا حل احسن بكثير باش نستغلوا الاراضي الاخرى ونستغلوا المياه اللي ما نقدروش نسترجعوها. اذا هذه اعتقد ان يعني الزراعه المائيه ستلعب دور كبير اذا عممناها على مستوى يعني بعض النباتات. وهناك ايضا استعمال تقنيات الري الذكي، الري بالتنقيط، لان يمكننا ان نقتصد حوالي 50% من المياه. إذا يجب علينا أن نستعمل التقنيات الحديثة، التكنولوجيا منها الري الذكي. دكتور على أبو خلفة، نروح لنقطة أخرى. نعم. يعني تأخر الأمطار وشبح الجفاف الذي بدأ يعني يخيم على الموسم الزراعي، هل يمكن أن يؤثر على المردود يعني نتيجة عدم تأقلم الفلاحين مع الممارسات المناسبة التي تجعلهم ربما يتكيفون مع الظروف المناخية الحالية؟ بطبيعة الحال لا يمكن نتحدث عن الفلاحة بدون ماء. الماء هو العنصر الأساسي للفلاحة. هناك الماء، هناك الأرض، هناك الشمس. الأرض موجودة، الشمس الحمد لله راهي موجودة وأكثر من لازم، الشيء اللي ناقص هو المياه. إذا بدون ماء لا يمكن، لأن الأشجار سواء كانت مثمرة أو الزراعات كالشعير أو القمح بدون ماء لا يمكن أن نتحصل على المردودية. إحنا رئيس الجمهورية يعني حدد نسبة المردودية تكون ما بين 30-35 قنطار في الهكتار إذا توفرت المياه، أما إذا لم تتوفر المياه قادر تكون هذه النسبة دكتور على أبو خلفة قنطار في الهكتار، لأن المعدل حاليا هو 17 قنطار في الهكتار، ولكن التأثيرات هذه قادرة يعني ترجعنا للوراء، تكون بعض المزارعين حتى يتحصلوا 2 ولا 5 قنطار في الهكتار. دكتور على أبو خلفة، خسارة كبيرة. نعم، نشكرك جزيل الشكر، الوقت يداهمنا، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات ومداخلتك معنا خلال هذا الموعد، شكرا جزيلا لك دكتور.